السلام عليكم، اخباركم ايه؟ في الحلقة دي هنناقش مع بعض اهم التصريحات والقرارات اللي هيتخذها المستشار مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك امس امام سموحة، الهزيمة المخزية، الهزيمة اللي زعلت كل جماهير نادي الزمالك. امبارح كنا زعلانين، امبارح كنا متعصبين، وقت المباراة طبعا بتكون ردة الفعل مختلفة. هدينا هنتكلم النهاردة في امور مهمة جدا تهمكم وتهم نادي الزمالك، وكمان زي ما قلت لكم هنناقش القرارات اللي هيتخذها المستشار مرتضى منصور واول رد فعل له بعد هزيمة الزمالك بالامس. وكمان عندنا مفاجأة في الشرط الجزائي بتاع عقد كارتيرون هنتكلم مع بعض فيه وهنناقشه، واول رد من الكابتن خالد الغندور بعد المستشار مرتضى منصور ما اعلن رحيله هو ومحمد ابو العيلة عن قناة نادي الزمالك. حلقة مهمة جدا، استاذنكم خليكم معانا لنهاية الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي قناه بعد الماتش. في البدايه لو لسه ما اشتركتش في القناه فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناه وتفعيلك لزر الجرس، واكيد هتدعمنا بلايك وشير للفيديو. خلونا نبدا بالمهم، خلونا ما نخليش المهم ورا، خلونا نبدا بالمهم عشان ما ضيعش وقت حضراتكم. امبارح المستشار مرتضى منصور كان ليه اكتر من رد فعل بعد انتهاء مباراه الزمالك وسموحه. مستشار مرتضى منصور طبعا غضبان جدا وزعلان جدا، وكان ساير امبارح ولكنه هدي، وبعد ما هدي طلع اتكلم وعمل مداخلة مهمة على قناة الحدث. المداخلة كانت طويلة شوية ولكن انا هلخصها لحضراتكم. في البداية طبعا اكيد كلنا كجماهير نادي الزمالك زعلانين، واكيد كلنا متضايقين، واكيد كلنا مخنوقين من الاداء المزري امبارح، سواء من المدرب الخائن ولا من اللعيبة اللي مش حاسين بجماهير نادي الزمالك ولا عندهم ادنى احساس بالمسؤولية. ولذلك احنا امبارح كنا متضايقين، خلاص هدينا، وبعد ما هدينا اكيد بندعم نادي الزمالك واكيد هندعم اللعيبه غصب عننا، لان الفتره ضيقه جدا وعندنا مباريات افريقيه وعندنا مباريات في الدوري، فاكيد هندعم اللعيبه لا محاله يعني، ولكن للصبر حدود. اتمنى انهم يسمعوا رسالتي، للصبر حدود. المستشار مرتضى منصور امبارح عمل مداخله مع الاستاذ الجميل المحترم كريم ابو حسين على قناه الحدث، مش على قناه نادي الزمالك اللي هي بيته، لا دايما بيطلع على قناه الحدث اللي هو بيحس فيها بالطمانينه وبالامان يعني، وقال اكتر من تصريح مهم خلونا نناقشه مع حضراتكم. التصريح الاول قال المستشار مرتضى منصور بالنسبه ل يعني رابطه الانديه، قال لك انا ممكن بنسبه كبيره بعد تغيير اللائحه وبعد لما يجي يتعمل انتخابات في رابطه الانديه، قال لك انا هترشح على رابطه الانديه رئيس، لاني كنت قبل كده رئيس رابطه الانديه، وانا عندي استعداد ان انا اترشح على المنصب ده من جديد. وكمان قال المستشار مرتضى منصور ان الاستاذ وليد دعبس اللي هو مالك نادي بيراميدز او رئيس مجلس ادارة نادي بيراميدز، قال ان الاستاذ وليد دعبس ده صديقه واتصل بيه هناه على نجاحه في الانتخابات، وكل اندية مصر طبعا ما عدا النادي الاهلي كلهم هنوا المستشار مرتضى منصور على النجاح ومجلس الادارة والقائمة كاملة وكده. وقال الراجل اتصل بيا اللي هو رئيس نادي فيوتشر الاستاذ وليد دعبس وهناني، وعلاقتي بيهم جيدة جدا جدا، وفي زيارة قريبة هتحصل ما بين مجلس ادارة نادي فيوتشر وما بين نادي الزمالك. مجلس ادارة نادي فيوتشر هيتوجه الى نادي الزمالك عشان خاطر يقدموا التهنئة للمستشار مرتضى منصور. وحط الجملة دي ما تعدهاش مرور الكرام كده، العلاقات هتبقى كويسة غصب عن احد الافراد في نادي فيوتشر، كلنا طبعا عارفينه بدون ذكر اسماء وبدون ما يعني ما نتكلم عليه، طبعا الكابتن احمد شوبير. فمجلس الادارة بالكامل ما عدا الكابتن احمد شوبير هيتوجه لنادي الزمالك عشان يقدم التهنئة، وده هينقلنا ان بنسبة كبيرة خلاص ان شاء الله عمر كمال عبد الواحد موجود السنة الجاية في الزمالك، رغبة عمر بتقول كده، وكمان بعد العلاقات وبعد المصالحة اللي حصلت ما بين مجلسي إدارة نادي الزمالك ونادي فيوتشر، المستشار مرتضى منصور سواء بالقوة بيعرف يجيب حق نادي الزمالك، سواء بالذوق وبالعلاقات الطيبة بيعرف برضو يجيب حق الزمالك، فدي حاجة أساعدتني جدا 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 في الموضوع ده. اتكلم بقى على الملايين اللي داخلة،
واتكلم على امور مهمه جدا جدا. قال لك البنك التجاري الدولي يعني كنا خلاص هنقعد اليومين الجايين عشان هناخد 200 مليون جنيه عشان خاطر الايجار بتاع المحلات اللي البنك التجاري الدولي مأجرها على سور نادي الزمالك. قال لك البنك التجاري الدولي عمل ستوب وقال للمستشار مرتضى منصور احنا هنغير العقد عشان هنضيف كمان، عاوزين نضيف 5 سنين جايه على العقد. فالمستشار مرتضى منصور قال لهم الخمس سنين كمان دول هيكونوا بحوالي 78 مليون جنيه. قالوا له ما فيش مشاكل، فهيتحط على ال 200 مليون جنيه بتوع البنك التجاري الدولي 78 مليون جنيه. وكمان قال لك البنك الاهلي خلاص بسبب برضو البوتيكات اللي على سور النادي خلاص هيبقى فيه مداخل حوالي 28 مليون جنيه. وقال لك كمان بالنسبة للفلوس نادي الزمالك غني، نادي الزمالك عنده فلوس كتيرة بيعرف يجيب استثمارات بشكل كويس جدا. قال لك على منتصف الاسبوع المقبل هيكون في اجتماع عشان القناة تجديد العقد بتاعها او انهائه، ويعني وعمل بقى قناة جديدة بمعرفة نادي الزمالك، هيكون في اجتماع عشان القناة. وكمان البث الفضائي هيكون في اجتماع، والبث الفضائي ده بيجيب فلوس لنادي الزمالك برضو. قال لك ده بيدخل فلوس، والرعاية بالنسبة لفلوس الرعاية مع بريزنتيشن هيكون برضو فيه اجتماع خلال الاسبوع القادم مع بريزنتيشن عشان مرتضى منصور عاوز يزود فلوس الرعاية التي لا تتناسب مع بطل الدوري. وكمان قال لك انا هعمل لائحة جديدة لنادي الزمالك وهدعو لجمعية عمومية غير عادية وهيغير اللائحة بتاعت نادي الزمالك. وكمان موضوع القيمة المضافة ده قال انا بالنسبة للاعضاء هحط لهم اختيارات هم يختاروا عاوزين موضوع القيمة المضافة ده يمشي ازاي، يكون قد ايه الكلام ده كله. فقال لك ده الاعضاء هم اللي هيحددوه في الجمعية العمومية الغير عادية اللي انا هعملها في نادي الزمالك. وتطرق بقى كمان لموضوع مهم، انا جاي لك دلوقتي طبعا، انا عارف ان انت مستني رد فعله على المباراة، انا جاي لك دلوقتي بس انا بقول لك التصريحات بشكل منظم. قال لك كمان ان الاستاذ محمد الاتربي اللي هو رئيس بنك مصر قال لك الراجل ده انقذ نادي الزمالك هو ووزير الشباب والرياضه. ليه؟ لان الزمالك في طياره خاصه هتاخد البعثه عشان تروح انجولا ومن انجولا على المغرب عشان مباراتي سجرادة والوداد. المفروض ان مصر للطيران هي اللي هتكون الشركه اللي هتودي الزمالك بطياره خاصه، فمصر للطيران عايزه فلوس، والزمالك المفروض يعمل تحويل من حساب نادي الزمالك الى حساب مصر للطيران. تمام تمام. المستشار مرتضى منصور مش عارف يعمل التحويل ده اليومين دول. ليه؟ لان لازم يجي جواب من الجهة الادارية اللي هي وزارة الشباب والرياضة، وانتوا عارفين بقى اعتماد التوقيعات ومين له حق التوقيع والتوقيعات اللي هي معتمدة في البنك لمجلس ادارة نادي الزمالك. الشغل الاداري ده كله لسه ما حصلش، ولسه الجهة الادارية بتعتمد تعيين مجلس او انتخاب مجلس ادارة نادي الزمالك، فلسه الكلام ده ما حصلش. فطبعا مش عارفين يحولوا فلوس. الاستاذ محمد الاتربي اللي كان نائب رئيس لجنة نادي الزمالك السابقة مع الكابتن حسين لبيب قام بحل الأزمة في لحظة وحول الفلوس لحساب مصر للطيران عشان التذاكر وعشان الطيارة والكلام ده كله. طبعا مصر للطيران كانت برضو مستعجلة على الفلوس وتجهيز الطيارة والكلام ده كله، فراح وزير الشباب والرياضة مكلم وزير الطيران عشان خاطر المشكلة دي تتحل. وزير الشباب والرياضة قال لوزير الطيران ان الفلوس خلاص في طريقها للتحويل، فابدأوا اعملوا الترتيبات بتاع تجهيز الطيارة والكلام ده كله، لان انك تجهز طيارة خاصة ده مش في يوم وليلة. فطبعا الاستاذ محمد الاتربي كل الشكر ليه، وزير الشباب والرياضة وزير الطيران، انهم انقذوا الموقف بتاع نادي الزمالك. طيب اتكلم كمان المستشار مرتضى منصور على ايه؟ قال لك بقى على الماتش، دخل على الماتش قال لك انا مع الجماهير وانا متفق تماما مع جمهور نادي الزمالك، ولكن ما ينفعش اغير دلوقتي وبطالب الجماهير انها لا تقسو على اللاعبين. وقال لك كمان في اجتماع حصل بعد الماتش على طول بتاع سموحة ما بين امير وما بين يعني كارتيرون، وقال لك
مش هتكلم على حاجه دلوقتي لان ده مش وقت كلام، ودي حاجه كويسه جدا. مرتضى منصور راجع بنيولوك جديد، مش مرتضى منصور بتاع الاول والتصريحات ويشيل مدرب في لحظه، بدا يعرف ياخد القرار امتى. ووجه بقى رساله لكارتيرون، قال له اللي مشاك هو اللي رجعك، وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده زمان، قلت لكم اللي مشى كارتيرون هو اللي رجعه. فقال له اللي مشاك هو اللي رجعك وانا عارف كل حاجه. وقال لك انا ببارك للاهلي وجماهيره على المركز الثالث في كأس العالم للأندية، بغض النظر عن محمود الخطيب ان هو ما ارسليش تهنئة، انا بتعامل مع جمهور كبير ونادي كبير اسمه النادي الأهلي. وقال لك انا كارتيرون بنفذ له جميع طلباته وانا اكتر داعم ليه، وما حدث لن يمر مرور الكرام. وقال لك بالنسبة بقى لأشرف بن شرقي والتجديد والتعاقدات والكلام ده كله، قال لك في سفرية الزمالك وهو بيلاعب نادي الوداد المغربي هيستغلوا الفرصة دي وهيعودوا، طبعا البعثة هتكون في المغرب وأمير هيكون معاهم في المغرب والكلام ده كله، فهيكون أمير مرتضى منصور هيتقابل، هيتم تحديد موعد مع رشيد أخو أشرف بن شرقي عشان خاطر بقى يبدأوا يتفقوا على البنود النهائية بتاعة التعاقد الجديد مع نادي الزمالك. أشرف بن شرقي بدأ يطمن إن خلاص بقى في مجلس إدارة مستقر، قعد 4 سنين، مستحقاته هياخدها، ما عندوش مشاكل في أي حاجة بالنسبة للمستحقات بتاعته. وقال لك كمان اللي دفع 40 مليون جنيه كاش لعبد الله السعيد يقدر يعمل أي حاجة. ولما دفعت 40 مليون جنيه لعبد الله السعيد كان ساعتها في كمان باقي في الخزنه 180 مليون جنيه. فطبعا المستشار مرتضى منصور دي كانت التصريحات بتاعته، عجبني جدا في التصريحات بتاعته انه بيتأنى على القرار. وانا معلومتي هقول لكم على شويه بقى معلومات واخبار مهمه جدا جدا للناس اللي لسه قاعده معانا لغايه دلوقتي. معلومتي ان المستشار مرتضى منصور خلاص هو قاري فتحه كارتيرون، ولكن الوقت اعتقد ان الوقت المناسب هيكون في الفتره بتاعه التوقف بتاع تصفيات كاس العالم مباراتي السنغال. افتكروا الكلام ده، المستشار مرتضى منصور هياخد القرار في الفتره بتاعه التوقف بتاعه كاس العالم اللي هي بقى المعسكر بتاع المنتخب بتاع كيروش، وبعد كده الاسبوع بتاع المباراتين والكلام ده كله. فهيكون هو ده الوقت المناسب، اعتقد هيكون بعد مباراه الوداد في دوري ابطال افريقيا. في كلام بيتقال في الاعلام وانا الكلام ده اتاكدت منه، الكلام ده فعلا صحيح، وانا يعني بأحذر المستشار مرتضى منصور وببلغه رساله جمهور نادي الزمالك، ومنتظر برضو اعرف رايكم ايه. في تفكير من المستشار مرتضى منصور، هو اولا على علاقه قويه بالكابتن حسام البدري، علاقه شخصيه، الاثنين علاقتهم ببعض علاقه يعني كويسه. المستشار مرتضى منصور بيفكر يعيد تجربة الكابتن محمود الجوهري ويعين حسام البدري مدربا خلفا لباتريس كارتيرون. اولا الكابتن حسام البدري مع الاحترام ليه صعب جدا، اولا ده راجل اهلاوي، موضوع الكابتن الجوهري ده مش عشان نجح مرة يبقى نعمله كل مرة، انا ارفض تماما. الكابتن حسام البدري كمان مع احترامي ليه على المستوى الفني ما قدمش نجاحات. هتقول لي نجح مع الاهلي، اي حد انا لو دربت الاهلي هنجح معاه، وانتم عارفين الاستقرار والدعم الغير طبيعي من الداخل ومن الخارج وحكام ولعيبة كويسة بتيجي ومجلس إدارة بيوفر لبن العصفور، فالأهلي أصلا ما ينفعش حد يفشل فيه. إنما الكابتن حسام البدري ما نجحش في أي مكان تاني، فأنا بأحذر المستشار مرتضى منصور من الخطوة دي عشان هنعينه وهنقيله تاني بعدها بفترة. عاوزين نجيب مدرب أجنبي محترم، عاوزين نجيب سي في قوية نقدر انه راجل يكون عنده مشروع يشتغل عليه لفترة طويلة مع نادي الزمالك. فانا ده اللي انا بتمناه، اعتقد انتم رأيكم، مش عارف رأيكم ايه، سيبولي رأيكم في التعليقات. عاوز بقى اقول لكم ان اسامة نبيه امبارح كان مع مهيب عبد الهادي بيقول ان الشرط الجزائي بتاع كارتيرون انه ياخد بقية عقده السنتين الجايين. هذا الكلام غير صحيح تماما، هذا الكلام عاري تماما من الصحة. شرط جزائي بتاع كارتيرون شهرين، الشهر عامل 150 ألف دولار، يعني شرط الجزائي بتاع كارتيرون شهرين أي ما يوازي 300 ألف دولار، يعني حوالي بالتقريب كده في حدود 5 مليون جنيه. وكمان المستشار مرتضى منصور قال كلمة مهمة، قال مش هزعل جمهور نادي الزمالك عشان الشرط الجزائي اللي هما 5 مليون جنيه. هل ممكن يدفعهم المستشار مرتضى منصور بعد مباراة الوداد و
يطمن جمهور نادي الزمالك ويريحهم. اعتقد زي ما انا قلت لكم قبل كده امير بيجهز سيفيهات مدربين اجانب، وامير رافض حسام البدري، وده الخلاف اللي ما بين امير والمستشار مرتضى منصور، لان امير رافض كابتن حسام البدري وعاوز يجيب مدرب اجنبي سي في قويه. وانا اؤيد امير تماما في الراي ده. تعال بقى ندخل على اكتر من موضوع تاني عاوز اتكلم مع حضراتكم فيه. خالد طلعت هو ما اعرفش شغال في الجول ولا ايه، رئيس تحرير في الجول حاجه زي كده يعني. هو خالد طلعت معروف ان هو اهلاوي، ومعروف ان هم بيحبوا يلعبوا على جثه نادي الزمالك. هو خالد طلعت لا هو ولا امثاله يقدر يجيب سيره النادي الاهلي باي حاجه مش كويسه، وهو عارف الكلام ده، ويا ريت يكون سامعني ويا ريت يرد عليا كمان في التعليقات ويقول لي انا اقدر اجيب سيره النادي الاهلي. مش هيقدر يجيب سيره النادي الاهلي في اي حاجه، لا هو ولا ادخن تخين في المنظومه الاعلاميه. بيقول لك بقى ايه خالد طلعت، هو دمه خفيف وذكي، لان معروف طبعا كان في احصائيه نزلت على الفيسبوك شفتها من فتره، بيقول لك اللي هم الناس القرع اللي هم ما عندهمش شعر يعني بيتميزوا بالذكاء الحاد، فاعتقد هو طبعا من الناس اللي هم القرع، فاكيد هو بيتميز بالذكاء الحاد، ولكن ذكائه خانه المره دي. بيقول لك بقى ايه خالد طلعت، بيقول لك يعني صدق او لا تصدق، هو الراجل بقى دمه خفيف، بيقول لك الزمالك هو اكثر نادي من انديه الدوري الممتاز ال 18 تعرضا للهزيمه في مصر عام 2022، اللي هو يعني الشهر ونص اللي احنا ايه عدوا من 2022، برصيد 4 هزائم منفردا. يعني الزمالك اكتر نادي اتغلب في 2022 برصيد 4 هزائم. وبيقول لك برضو نادي الزمالك هو اكثر نادي من انديه الدوري الممتاز دخل مرماه اهداف في عام 2022 اللي هو عدى منه شهر ونص برصيد 11 هدف منفردا. عاوز اقول له يا خالد يا طلعت عيب عليك، اختشي، لان اللي اختشوا ماتوا. بص يا خلود هقول لك انا احصائيه احلى، لو انت جدع قولها، لو انت تجرؤ انك تعملها، وانا اتحداك على الهوا دلوقتي وانا عارف ان انت ممكن تكون بتسمعني، لو انت يا خلود ذكر اطلع قول الاحصائيه دي، هقولها لك انا، اسمعها من اخوك. النادي الاهلي هو اكثر الانديه في مسابقه كاس العالم للانديه تعرضا للهزيمه. في احصائيه تانية، النادي الاهلي هو اكثر الانديه في تاريخ كاس العالم للانديه استقبل اهدافا في مرماه. بص يا خلوده، احصائيه ثالثه، النادي الاهلي هو اكثر نادي في تاريخ مشاركات كاس العالم للانديه تعرضا لهزيمه ثقيله، يعني اكثر نادي شال شيله ثقيله 5 اعتقد 1 من مونتيري المكسيكي، الكلام ده كان من كذا سنه. دول 3 احصائيات يا خلوده بمناسبه كاس العالم للانديه. تعال بقى يا خلوده اديك احصائيه رابعه كده من اخوك ده عشان خاطرك والله عشان انا بحبك. النادي الاهلي هو اكثر الانديه المصريه تعرضا لهزيمه ثقيله، يعني اكتر نادي شال هزيمه ثقيله في المسابقات الافريقيه، اكتر نادي من مصر على قمة الأندية المصرية شال هزيمة ثقيلة وهي 5-0 من سان داونز. هتقولي يا خلودة ما الزمالك اتغلب 5، الزمالك اتغلب 5-1 من كوتوكو، وأعتقد 5-2 من النجم الساحلي، ولكن يا خلودة الأهلي خد 5-0 صايمة، فحقق رقم قياسي. هي دي الحاجات اللي صدق أو لا تصدق، هي دي الأرقام القياسية يا خلودة. أنا بتقعد تقول لي الزمالك يعني في شهر ونص من السنة 2022 وعاوز تجيب ترافيك على الموقع عشان تاكل لقمة عيش، لقمة العيش دي اللي بتاكلوها حرام يا خلودة. اتفقنا يا خلودة؟ يلا نسيبنا من خلودة طلعت وندخل على خلودة الغندور كابتن نادي الزمالك التاريخي. خالد الغندور بعد المستشار مرتضى منصور ما طلع اعلن رحيله هو ومحمد ابو العيلة عن قناة نادي الزمالك، رد بقى خالد الغندور بتصريحات نارية على المستشار مرتضى منصور وقال له او هو يعني بيقول لخالد الغندور، المستشار اعلن رحيلي انا ومحمد ابو العيلة عن قناة نادي الزمالك، وانا اقول له خالد الغندور وجوده في القناة او بعده عنها ليس هذا ما يحل مشاكلنا، وانا اعمل في الاعلام منذ 18 عام ولم اتولى اي منصب في نادي الزمالك، وكنت أدافع عن بيتي نادي الزمالك، ليس لدي أي أزمة في عدم عملي بالقناة، والزمالك ليس سبوبة بالنسبة لي، وأنا الكابتن التاريخي للزمالك وحققت بطولات كثيرة ومؤثرة ولذلك أشعر
بالفخر تجاه النادي وجماهيره، رساله للمستشار مرتضى منصور خالد الغندور الزملكاوي. مهما اختلفت معاه فهو اكتر الاعلاميين اللي دفعوا عن نادي الزمالك، واكتر ابناء النادي اللي اتظلموا وتعبوا كتير في حياتهم الاعلاميه بسبب دفاعه عن نادي الزمالك. فاتمنى من المستشار انه يخلي خالد الغندور ويخلي كمان شادي عيسى اللي برضو انسان محترم، انسان مؤدب، انسان زملكاوي بيحب نادي الزمالك، اي حد تاني بقى انت عاوز تاخد فيه قرار انت حر يا سيادة المستشار لانك رئيس مجلس ادارة قناة الزمالك. عاوز اقول لكم خبر مهم جدا جدا جدا. امبارح بعد المباراة ومحمد عبد الغني خارج من الملعب، الجمهور طبعا يعني حقه متضايق وبينفعل على عبد الغني. المفروض انت لعيب تكون في عينك حصوة ملح، تكون مكسوف سواء على هزيمة فرقتك او على اداء المنيل اللي فرقتك عملته، او بقى بشكل خاص الاداء المنيل المزري بتاعك، فما تبقاش لعيب على قدك وبجح. جمهور نادي الزمالك زعلان منه وهو خارج، راح انفعل على الجماهير وحصل امور خارجه بالالفاظ والكلام ده كله والاشارات من محمد عبد الغني لجمهور نادي الزمالك. فعايز اقول له خلي في عينك حصوه ملح واختشي، ما تبقاش بجح يا محمد، لان انت لعيب بجح مستواك المزري ده مش قادر تقف على ركبك، وكمان ليك عين وبتتكلم مع الجمهور. الجمهور ده سيدك انت وجميع لعيبه الزمالك كده، الجمهور ده سيدكم وهو اللي عملكم، ولولا الجمهور ده ما تركبش العربيه اللي انت كل شويه تتصور جنبها دي، ولا تقعدوا في الفيلل اللي انتم قاعدين فيها دي. بس رساله لمحمد عبد الغني. بالنسبه بقى للاعلام الحلو والجميل بتاعنا، عاوز اقول لك ان الزمالك اخد حكم في قضيه معروف يوسف لصالحه، ومعروف يوسف خسر القضيه اللي كان حسين لبيب بيتفاوض معاه، والنبي يا معروف هنديك 7-8 مليون وتنازل عن القضيه. لا بقى الزمالك كسبها بعد عوده مرتضى منصور، ازاي والله العظيم ما اعرف، ولكن هذا هو مرتضى منصور. بعد ما الزمالك كسب قضيه معروف يوسف، هل حضرتك كراجل بقى بتتابع وبتتفرج على الاعلام شفت اعلامي محترم طلع وقال الكلام ده؟ طيب افرض بقى اني كان معروف يوسف هو اللي كسب القضية وكان ليه عند الزمالك 3.5 جنيه، كان الاعلام عمل ايه؟ طب كان الخبر ده تناقله كام موقع؟ طب كان الخبر ده اتهرس في كام برنامج؟ انما الزمالك ليه حق، او الزمالك كسب قضية يا عبد السلام والنبي بس شوية قهوة يا عم، الزمالك كسب قضية والنبي بس قهوة تكون مظبوطة بعد اذنك، اقعد غلوش كده. انما ما تقدرش تتكلم على حاجه فيها الصالح العام للزمالك، انما لو العكس كنت طلعت وهرست القصه دي في اكتر من برنامج. اتحاد الكره اخيرا بيصلح اخطاء احمد مجاهد، الرجل الذي افشل الكره المصريه، الرجل اللي تحولت مخالفاته للنيابه ولم يصدر حتى الان اي قرار بشانها. اتحاد الكوره وجه الشكر للكابتن شوقي غريب وجهازه. تخيلوا كان احمد مجاهد جايبهم يقعدوا سنه او سنوي، المنتخب الاولمبي ما عندوش اي معسكرات ولا عنده اي مباريات ولا مسابقات رسميه، وكان قاعد شوقي غريب كده هو وجهازه سنه ونص بياخدوا مرتبات على الفاضي. فاتحاد الكوره طبعا بقياده الاستاذ جمال علام اقال الكابتن شوقي غريب وجهازه لعدم الحاجه الى جهاز فني للمنتخب الاولمبي، لا في تجمعات ولا بيجمع لعيبه ولا في بطولات ولا اي حاجه، وناس قاعده كده بيجوا الاتحاد الصبح يشربوا القهوه وياخدوا بعضهم وبيمشوا وبياخدوا ملايين كل شهر. المفروض ان امبارح كان عامر حسين يعلن عن عوده كاس مصر، وعامر حسين قال بكره هنجتمع وهنعلن والكلام ده كله. عامر حسين طبعا ما اعلنش عن عوده كاس مصر. لعل المنع خير يا عامر، واتمنى انك تكون كده عامر كده ودايما كده عامر باخبارك وترجع كاس مصر كده، وما تخافش من ماتش الاهلي وبيراميدز، لان بيراميدز عامل لك رعب انت، لان انت اهلاوي يا عامر، يعني كلنا عارفين ان انت اهلاوي يا عامر. فاتمنى كده عامر انك تتقي ربنا، انت راجل من المفترض راجل ملتحي، ومن المفترض انك راجل عادل، ومن المفترض انك راجل عارف ربنا. فنتمنى بقى تتمها وترجع كاس مصر اللي مدفوع فيه فلوس، الشركه الرائعه دفعت فلوس عشان يعني كاس مصر اللي لسه ما رجعش لغايه دلوقتي. فنتمنى نسمع خبر في الموضوع ده ويرجع كاس مصر اللي كنتم اعلنتم انكم هتردوا عليه امبارح، ولكن لا حس ولا خبر. تعالوا بقى نتكلم على موضوع تاني، بما اننا بنتكلم على اتحاد الكوره. اتحاد الكوره
المفروض ان مصر هتلعب السنغال اعتقد يوم 25 و28 مارس. حلو حلو. المباراة الاولى هنا في القاهرة والمباراة التانية في دكار في السنغال. المفروض ان المباراتين ما بينهم حوالي 3 ايام. فالثلاث ايام دول في مصلحة منتخب مصر، لان منتخب مصر في اول ماتش مش هيسافر، هو موجود هنا. فالسنغال هي اللي هتسافر، وبعد كده السنغال هترجع تاني السنغال عشان تلعبنا هناك. مصر بقى هتسافر مرة واحدة على السنغال، فالسنغال هي اللي هتسافر مرتين وانت هتسافر مرة واحدة. فمين اللي يبقى محظوظ؟ اعتقد مصر. لا، اتحاد الكرة بقى بعت يخاطب الفيفا وبعت يخاطب الكاف اني عاوز يوم زيادة بدل المباراة التانية ما تكون يوم 28، لا تبقى يوم 29. فاتحاد الكرة فاكر انه بكده بيريح منتخب مصر، اتاري بيريح منتخب السنغال وهم مش عارفين. فاتمنى بس الملاحظة دي ياخدوها بعين الاعتبار ويسيبوا الفارق زي ما هو، لان ده هيكون ليه تأثير بالسلب على منتخب السنغال مش على منتخب مصر. اتمنى تكون في ناس بتفهم داخل اتحاد الكرة. اخر خبر وخبر جيد بالنسبة لي ان المستشار مرتضى منصور اعلن عن متحدث رسمي لمجلس الادارة، واعلن عن متحدث رسمي لفريق الكرة بنادي الزمالك. مجلس الادارة اخذ قرار بالاجماع ان يكون المتحدث الرسمي ليه الاستاذ احمد مرتضى منصور، ودي حاجة كويسة جدا. احمد مؤدب محترم، اسلوبه كويس هادي، فبيعرف يتكلم، فاعتقد ده قرار محترم من مجلس ادارة نادي الزمالك. وكمان مجلس الادارة اخذ برضو قرار ان يكون امير مرتضى منصور هو المتحدث الرسمي لفريق الكرة بنادي الزمالك، فدي برضو حاجة كويسة ان يكون امير برضو هو المتحدث الرسمي لفريق نادي الزمالك ولا يعتد باي تصريحات من حد غير امير. فدول كانوا قرارين اسعدوني بشكل شخصي. هتقولي بقى اولاده، اولاده بيعرفوا يشتغلوا، اولاده مؤدبين، اولاده محترمين، اولاده من افضل الناس اللي شفتهم بيشتغلوا في نادي الزمالك، سواء الاستاذ احمد على مستوى الاعضاء والحاجات الاجتماعيه داخل النادي، او امير على بقى مستوى فريق الكوره ولعيبه نادي الزمالك. وصلنا للنهايه، واكيد مش هتنسى انك تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وفي النهاية مش هتستخسر فينا لايك وشير للفيديو. أشوف حضراتكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم.